دلوقتي في قاعدة عامة درسناها بتقول، والقاعدة دي مهمة، ركزي بقى في الكلام اللي هقوله دلوقتي عشان دي هتفيد المتجوزين والمخطوبين، ماشي؟ انك يا مدام ما ينفعش تكلمي جوزك في التليفون وانتي حافية. تاني، ما ينفعش تكلمي جوزك في التليفون في رعونك وانتي حافية، حافية القدمين ما ينفعش. طيب بنكلمه ازاي؟ في حاجات صغيرة قوي عدت علينا في حياتنا هنرجعها مع بعض. بنكلمه واحنا لابسين حاجه في رجلنا، لازم نكون لابسين جزمه عفوا او اي حاجه فيها حتى لو كعب، شويه انوثه. طيب عندك فلات فوت، ايه هموتك هشلك؟ هشل؟ لا، بعد الشر عليكي وعلى حواليكي، مش هشلك ابدا. البسي شبشب زاحف عادي، المهم اي حاجه في رجلك. ليه بقى؟ بيقول لك لو كلمتي جوزك وانتي حافيه الكلام يطلع من رجلك، لكن لو كلمتي جوزك وانتي لابسه حاجه في رجلك الكلام يطلع من قلبك. الله، شفتي؟ شفتي الفرق؟ طيب ولو لابسه بيجامه كلامك يطلع من البيجامه، ولو لابسه جلابيه كلامك هيطلع من الجلابيه، ولو لابسه فستان كلامك يطلع من الفستان. طيب دايما الكلام بيكون عام، ندعم بقى الكلام العلمي ده بامثله من الواقع، من واقعنا. لو انتي متجوزه جوزك في رعونك ورايحه تكلميه في التليفون في نص اليوم، مش هتكلميه بالاسدال؟ لا 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 لا، مش هتكلميه بالاسدال. بصي، الاسدال بيصلوا بيه وبيقلعوا ويطبقوه، ما بيتكلموش بيه في التليفون. عشان عندنا قصه في الموضوع ده، انت هتعملي ايه؟ هتكلمي في رعونك في التليفون ازاي؟ انا مش هكلفك ومش هضيع وقتك، مش هنهزر مع بعض. انت هتلبسي حلتك، تلبسي شبكتك، تلبسي جزمتك على جلابيتك عادي جدا، تقعدي على الكرسي تكلمي. اهم حاجه في الموضوع ده كله يكون في ايدك اي غوايش او خشخيش، اي حاجه بتخشخش، اي حاجه بتعمل صوت، بتعمل خشخشه. ليه بقى؟ علوم وراجعه ورايا، لانها بتدي طاقه انوثه عاليه. طيب عندك حته ذهب من شبكتك، البسيها في ايديكي. الذهب بيدي طاقه انوثه رهيبه، ودي معلومه علميه وما تراجعيش ورايا. طب ايه كمان؟ لازم تشمري حتة كم، لازم حتة كم تشمريها مدام مع الغوايش والخشخشة وانتي بتكلمي جوزك، لازم تشمري كمك حتة كده. أجمل إحساس، أنوثة، أنوثة أيا كان لابسة إيه، حتى ولو على البيجامة أو الجلابية. بصي، أنا مبسطة لك الموضوع خالص. طبعا انتي فهمتيني غلط، فهمتي أنا أقول لك بقى قومي البسي فستان وقعدي كلمي؟ لا لا، كلميه بالطريقة دي، بيجامة أو أي حاجة لابساها في البيت عليها شبكتك أو الخشاخيش بتاعتك، على جزمتك، على تشمير كمك، واحكي لي المكالمة طلعت ازاي وهتدعي لي. وقولي وداعا للنكد ووداعا لحافية القدمين، ما تكلميش جوزك وانت حافية، ماشي؟ ده نوع برضو من أنواع الاحترام. خلي بالك بديكي بشكل عام المواضيع وبعدين بفسر في الحلقات، لسه احنا مع بعض قاعدين طول العمر ليكي وليا يا رب. طيب دي المتجوزة. المتجوزة عرفنا هتعمل ايه؟ في حاجات بسيطة هتبقى مكملة للبس البيت، الجلابية، بس بجيب لك أبسط حاجة تلبسيها في البيت، خشاخيشك، غوايشك، حتة الكم، أي حاجة في رجليك، وتقعدي تتكلمي، تحسي إن أنت وأنت بتتكلمي كده في أداء مختلف عن وأنت داخلة بقى قاعدة له بقى كده إيه وبتتكلمي، وإحنا قاعدين حافيين بقى، حافية القدمين، الموضوع هيبقى مختلف وأنت في بيتك. أنا ما بقولكيش حاجة لا عيب ولا حرام. طيب لو أنت مخطوبة، المخطوبة دي بقى في مكالمة في اليوم كلنا عارفينها، هي تاني أطول حاجة بعد نهر النيل. مكالمتك مع خطيبك، في مكالمه في اليوم كده انت عارفاها، فدي انت بتكوني اصلا محضره لها، انت خطيبه بقى لا بيت ولا عيال، فما تقوليليش ما بت... لا هحملك، هحملك كتير عشان فرعون لازم، دي الفتره اللي يا عيني ما بيشوفش زيها بعدين. فواحنا داخلين على رمضان هو بيتخيلك لابسه العبايه، القفطان، القفطان، ومخيوط ذهبيه، في حين انك نازله على القطايف والكنافه في الصينيه، فيقول لك فطرتي ايه يا حبيبتي؟ تقولي له سلطه وشوربه فرعوني، في حين ان شاشه الموبايل بتلمع من زيت القطايف اللي في ايديكي بعد ما اكلتي السمبوسه. ماشي، قولي براحتك. برضه في مكالمتك مع خطيبك مفيش اسدال، الاسدال بيصلوا بيه ويقلعوه ويطبقوه، ما بيتكلموش بيه في التليفون. كل يوم وانتي مخطوبه قبل ما تكلمي خطيبك المكالمه الخنفشاريه الشهيره، تلبسي لبس خروج، وتلبسي حلتك، وتلبسي شبكتك، وتلبسي دبلتك، وتلبسي جزمتك، ام كعب لو فلات فوت من غير كعب،
انت مخطوبه فاضيه، مش ست بيت ما تقوليش العيال، ما فيش حاجه، انت مخطوبه وقاعده فاضيه وما بتعمليش مع مامتك حاجه ولا بتساعديها، وقاعده محافظه على ضوافرك عشان استاذ محمد خطيبك فرعونك. احنا فاهمين، حكينا القصه دي قبل كده. تقعدي على الكرسي تكلميه مكالمه الساعه اللي بتفصل وراها ساعه، وانت بكامل حلتك وبهجتك. ليه؟ لانه اهم من صاحبتك. فرعونك اهم من صاحبتك اللي بتلبسي لها في الخروج احلى لبس، وتختاري بقى لون الشنطه مع لون الجزمه، ولازم تلبسي حاجه مش عارف عامله ازاي لصاحبتك. لا، هو اهم من صاحبتك. وبرده معانا نفس الموضوع، لو انت مخطوبه حاجه بتخشخش في ايديكي او بتعمل صوت، برده طاقه انوثه عاليه ليكي مع دبلتك الذهب. ماشي؟ حاجه مهمه جدا برده، لازم ايه؟ لازم تشمري الكم. انت في البيت قاعده مع نفسك، كم مع الحاجات اللي في ايديكي مع الدبله الذهب مع طاقة الأنوثة العالية، لن تضاهيكي واحدة في الأنوثة. وبطلي تاكلي سمبوسة، خدي بوسة. أنا بحبك، بديكي بوسة عشان بحبك. أنا بقولك ده في الخطوبة، هتشكريني بعد كده، اعملي ده وهتشكريني. بالمناسبة اللي بقوله ده كله علمي، دور وراي. طاقة الأنوثة مع الذهب مع الحرير، في حلقة جاية أكلم عن الحرير. الحرير عايزة يبقى عندك في البيت، يعني مش هقولك انزلي جيبي حرير. الحاجات اللي بتعمل صوت، اي حاجه بتعمل صوت، الغوايش، الحموات والجدات، الغوايش، البسي كام غويشه كده من جدتك، من الحاجات اللي جدتك شايلاها في عشان جهازك. كل ده شوفي حاجات بسيطه انت ممكن تقولي ايه اللي هيبقى. لا، اللي بقوله ده هو اصل العلم واصل الطاقه، فعايزه تراجعي راجعي. عندك بتوع الطاقه، عندك بتوع الذهب ممكن يقولوا لك.